شوارعها هادئة صباحا، هكذا تبدو مرسى بن مهيدي في أقصى الحدود الغربية بولاية تلمسان. لكن القلوب تغلي، فبمجرد الالتقاء بشبابها ومن مختلف الأعمار، البطالة وغياب البديل هو الحديث ولا غيره في المقاهي التي تبقى مكانهم الوحيد. دوك حنا كنشوفوا الوزير خطب يقول لك اودي ديك الملحه 500,000 غادي نعطيوها للمواطنه، انا ما ديتهاش، عندي انا ما خدامش، نخدم في الشبكه هادو كملوا عليا قلعوها لي، عندي 7 سنين خدمه. الشعب هذا راه ما كانش كيقولوا لنا كنهضروا له الخدمه، الشعب تخدر خدروا ولا ما يقدرش يخرج من الدار، كتفوت كتفنا. الحل هو يدبروا علينا، يديروا لنا البديل، حنا بلعوا لنا هذا الواد، يديروا لنا خدمه، يدبروا على الشعب. الشعب هذا راه ما قدش، هذه 57 عام عايشه هكذا، رحمة سيدي ربي. واه 57 عام عايشة رحمة ربي، الناس المحسنين يعاونونا، الله يكثر خيرهم. إن معظم الشباب الحدود يعاني من شبح البطال، وكلهم في السجون، أبناؤنا في السجون. لماذا؟ أبناؤنا ماتوا غرقا في البحار، لماذا؟ والباقية ما خفي أعظم. وهناك وهناك شريحة تنتظر الموت، وهي كل شباب إنهم متزوجون يقارعون يقارعون التهميش، وهم كلهم في المنازل. أنا زرتهم بعض المنازل، يقولوا لي أي واحد يتكلم يقول لي أنا ملان، أين نذهب؟ من بورصاي مرورا بسيدي بوجنان والسواني إلى غاية الزوية والبويهي، مناطق حدودية شبابها يعيش التهميش في ظل بطالة خانقة. أنا عيت ما خدمة، عيت ما دبر خدمة، عيت 3 سنين عندي ديبلوم بلون بي، في التالي ما خدمش. خويا عندي دوبلوم ما خدمش. إي سيد دفعت البومبي، فوت الكونكور، ما كلشي بالعرف. النهار أنا نفوتو في الدار ما كان والو، كلشي مبلع، تجورني ما بقاش. هو واقع أفرزته سياسات التشغيل الفاشلة طيلة سنوات مضت، فأين هو البديل؟